الرئيس السيسي يوجه بالتدقيق في الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء. رسالة من الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني تؤكد دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول. اتفاق بين الرئيس الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي على التعاون الأمني وضبط الحدود. الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في كل الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية، خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول لأفضل معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية وضمان وصول كل الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة، خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين، والذي استعرض عددا من المشروعات خاصة في مجال استصلاح الأراضي في سيناء بهدف زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذلك توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي. اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مع السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني للسيد عباس كامل، والذي نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول، وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قيادته الفلسطينية والرئيس محمود عباس. كما أجرى رئيس المخابرات العامة مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي، والذي وجه أيضاً باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس. وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كل المناطق الفلسطينية، التقى رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس لبحث سبل تحقيق ذلك، إضافة إلى بحث قضية الأسرى والمفقودين. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وسبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة. ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود إنهاء الانقسام، وأكد الرئيس السيسي أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1007 حالات إصابة بفيروس كورونا ووفاة 46 حالة. وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خروج 599 متعافياً من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191,332.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 261,666، من ضمنهم 15,047 حالة وفاة. أشاد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والكورية الجنوبية. جاء ذلك خلال لقاء الفريق محمد زكي مع كانغ أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة تستغرق عدة أيام. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، حيث بحث الجانبان سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، لا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم.